بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور بشير جبالي مندوب الصحة بتطوان. هذا النهار هذا نحن جد مسرورون بالنتائج اللي يعني الصحية اللي وصلت لها الأخت سمية. كما كنعرفوا سمية مثلت في تطوان رمز التضامن ديال كل الفاعلين، كاين وزارة الصحة الداخلية يعني بشكل السيد الوالي اللي عطانا دعم كبير معنا، مشي المندوبيه الصحه كذلك وقفت معها الحمد لله، وهذه فرصه كذلك باش نشكروا المستشفى الجامعي ديال فاس كذلك على العنايه الفائقه اللي قدمها الاخت، والنتائج الحمد لله كما اللي يعني شفنا الصحه ديالها تحسنت مزيان، نتمنى الله انها تبقى مستمره في الصحه ديالها وحنا معاها. ما نبقاو ان شاء الله مازال، لان المرض هو مرض مزمن، ان شاء الله مازال نقدموا الخدمه ما تبقاش محتاجتنا، احنا اصبحنا فرد من العائله معها، ونتمنى الله اننا نكونوا على حسن الحال ان شاء الله.